دعاؤه عليه السلام في الاستخارة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله، واقض لي بالخيرا، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا، والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. حبب إلينا ما نكره من قضائك، وسهل علينا ما نستصعب من حكمك، وألهمنا الإنقياد لما أوردت علينا من مشيتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت، ولا نتخير ما كرهت، واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبا وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريم وتعطي الجسيم وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.